استاذ احمد كان بيسال يا دكتور محمد عن هل يجوز للحائض انها تدخل المسجد تحضر درس مثلا او موعظه. هو الفقهاء يفرقون بين المسجد الذي بني للتعبد وللصلاه وبين المسجد الذي بني لاغراض اخرى كان يكون مدرسه مثلا. نعم. يعني الازهر الشريف وهو من اكبر المساجد بني ليكون مدرسه. نعم. يعني هو بني ليدرس فيه العلم. جامع سيدنا عمرو بن العاص بني ليكون مدرسة يدرس فيه المذاهب الفقهية. نعم. مسجد السلطان حسن بني ليكون مدرسة. مسجد المؤيد شيخة بني ليكون مدرسة. وهكذا. هذه المساجد ليست فقط مساجد، إنما هي جامعات، إنما هي مدارس علمية، فليس لها حكم المسجدية، وبالتالي يجوز إذا كانت المرأة فيها يصيبها هذه العادة لا مانع من أن تدخل هذه المساجد بنية التعلم. نعم. لأنها بنيت لذلك. لكن هناك نوع من المساجد هو متمحض للعبادة. المساجد التي بنيت فقط للصلاة لا يجوز للمرأة أن تدخلها وهي حائض إلا إذا كانت ستمر بها لكنها لن تقيم بها، لن تجلس. هي. ونحن نفرق أيضا بين المسجد وبين ملحقات المسجد. نعم. يعني ربما يكون في بعض المساجد معمول بجوارها دار مناسبات، قاعة مناسبات، قاعة محاضرات، فقاعة المحاضرات ليس لها حكم المسجد. نعم. فلو احنا عاملين المحاضرة في قاعة المحاضرات تدخل ما يحصلش أي حاجة لأنها ما دخلتش المسجد. المقصود بالمسجد هنا هو ساحة المسجد المخصصة للصلاة. طيب هل ممكن هنا نحددها باللي هي الساحة الخاصة بالرجال مثلا والأدوار التانية اللي هي خاصة بالسيدات مثلا هو تدخل في المساجد مسجد بتبنى فقط؟ المساجد بتبنى ليكون هناك مكان للصلاة. نعم. ومكان لأغراض غير الصلاة. نعم. يعني دائما المسجد بيبقى فيه إيوانات للصلاة. نعم. يعني أماكن مخصصة للصلاة وفي دهاليز ممرات. نعم. بتودي على مستشفى مثلا. نعم. بتودي على قاعة مناسبات، بتودي وهكذا. هذه في أي ملحقات دي ممكن الملحقات دي ليست فيه. لها حكم المسجدية. نعم. إنما الذي له حكم المسجد والذي يحرم على الحائض أن تدخله وأن تجلس فيه حال كونها على هذه الصفة هو الجزء المخصص للصلاة. نعم. سواء كان هذا الجزء المخصص للصلاة خاص بالرجال أو خاص بالنساء، لأن احنا بنفصل بنعمل مكان للرجال ومكان للنساء، ودايما مكان النساء يبقى خلف مكان الرجال. كل هذا لا يجوز الحائض أن تدخله أثناء فترة الحيض. جميل.